مرحبا يا حلوين، كيف حالكم؟ انا رجعت لكم بفيديو جديد على قناتي. يا جماعه فيديو اليوم رح يكون فيديو كتير حلو، ان شاء الله تحبوه لانكم حبيتوا الجزء الاول منه، واللي هو صناعه اسوار الذهب من الصفر. بس اليوم رح اعمل اشي تاني، واللي هو صناعه سنسال فضه من الصفر. فاعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، لانه 65% من اللي بتابعوا القناه مش عاملين سبسكرايب. رح نروح اول اشي هلا عند مجوهرات ابو ساره. اوكي، هينا وصلنا عند محل مجوهرات ابو ساره، وهلا رح نفوت جوا عشان نحكي لهم ايش بدنا نسوي. تعال. مرحبا استاذ يوسف. احنا صور. تمام حبيبي. جيت اليوم عشان بدنا نعمل اشي ثاني، عملنا اسوار الذهب، هلا بدنا نعمل سنسال فضه. جاهزين؟ طبعا جاهزين. اوجيك الديزاين بس. لا بجنن، كثير كثير حلو. نعمل لك اياه كوفي. تمام، اوكي. هلا رح نروح عند الديزاين، عند الرسام. بعد ما وصلنا عند جوهرات ابو ساره وخلصنا كل التفاصيل، اجينا عند مكتب الرسام واسمه ادم، وادم هو رح يساعدنا انه نرسم 3D للسنسال عشان نقدر نطلعه بشكله كامل. بحب اعرفكم على ادم. الديزاين اللي اخترناه يا جماعه رح يكون هيك شكله، عباره عن سنسالين ببعض، في هون هيك النجوم، ورح نخلي فيه زي القمر نازل. سهل صح مش صعب؟ من فوق. كمل هو. اوكي، سو اول اشي عم بيصير هون انه عم بياخذ القياسات هون على هذا الجهاز، رح يبين لكم ال 3D تبع السنسال كيف رح يطلع بالاخر. ايش هدول الدوائر اللي بالنص؟ هدول البرونجز اللي هم الاسنان اللي بدهم يمسكوا الحجر. اوكي، برضه هدول لهم قياس هيك صح؟ اكيد طبعا. اوكي، في كثير تفاصيل وانا ما بعرف هالشغلات. الموضوع اصعب وقت تصور. كثير طلع صعب. خلصنا النجمه الاولى، طلعوا. واو. اوكي، سو عملنا هاي النجمه، هلا رح نعمل النجمه الثانيه اللي هي هون جنبها. اوكي يا جماعه، هاي النجمه الثانيه اللي عملناها، طلعوا ما احلاها. هلا خلصنا اول قمر الموجود فوق. جاهزين تشوفوا كيف طلع السنسال بالاخر؟ 1 2 3 طلع يا جماعه. وهي السنسال مطبوعه على ورقه، طبعا رح يكون لونه سيلفر. شكرا كثير ادم، غلبناك معنا. لا ولو. وعن جد مبدع يا جماعه، مبدع مبدع. بعد ما خلصنا هلا الرسمه وال 3D وشفنا كيف رح نطلع، رح نبلش هلا بالتصنيع، فبنشوفكم باليوم الجاي. باي. اوكي، هلا احنا موجودين بثاني يوم عند محل ابو ساره، هلا رح نبلش نشتغل. تتذكر الشجره اللي عملنا عليها اسواره الذهب؟ هي الاسواره، حطينا القاعده وثبتنا بالشمع. هلا بدنا نعمل نفس الشيء للسنسال. شوفوا كيف طلعوا المون والنجوم هون تاعون السنسال، هدول هلا حيتركبوا على هذا العمود. هاي الخطوه بالذات ما بقدر اتدخل فيها ابدا، لانه لازم يكون اللي بيشتغل فيها حدا بروفيشنال، لانه اي غلطه صغيره رح نرجع نعيد كل شيء من اول. يا جماعة هي خلصنا الشجرة تاعتنا، ورح نحط الجبسن على القالب زي شغلة الذهب بالضبط. هاي الحركة بتطلع كل الهواء الموجود بالجبسن. هلا هون لازم نحط الجبسين مش عليهم، حوالينها. فبسم الله الرحمن الرحيم. دير 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 دير. بسم الله فوق قطعة. أيوة. أوكي. خلاص؟ دير 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 كله 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 كله. كامل كامل؟ كله كامل كامل. أكيد؟ اه. أوه ماي جاد. حاسه قلبي صار يدق هيك دق 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 دق. رح نرجع هلا نحطها مرة ثانية بهذيك الماشين اللي صوتها كثير عالي عشان نطلع الهواء مرة ثانية. يلا. ما تقلها باردة. لازم نخلي الجبسن اتليست من فوق ينشف لربع ساعة، يعني من 10 دقايق لربع ساعة، بعدين بنحطه بالفرن لمدة 24 ساعة. الجبسن هلا نشف، هلا رح نشيل هاي القطعة عشان نحطه بالفرن. حابة أنا أعمل هاي الفقرة، بس ما عم يخدمون. هلا رح ناخذها ونحطها بالفرن. رح أورجيكم هلا كيف رح نحط الجبسين بالفرن، رح نشوفكم بكرة عشان نكمل باقي الخطوات. تعالوا شوفوا. صرنا باليوم الثالث ومرق 24 ساعة على الجبسين، هلا رح نروح نطول الجبسين من الفرن. اوكي، سو هلا رح نركبها في هاي الاله الموجوده هون، ورح نفتح عليها فرد نار على اساس نبلش نشكل وندوب الجبسين. اوكي،
هاي القمر والورد كله تشكل. هلا هاي رح نحطها في هاي المشين، واكيد شفتوها قبل بتبعت الذهب. نحطها اول اشي هيك بالنص. والله اني متذكره، والله اني متذكره. نعمل هيك وردان. طلعوا هي شكلها، واكيد اكيد هلا شكلها مش حلو زي ما انتم شايفين. فهلا اهم خطوه واللي هي رح تنحط الاسيد، رح يخلي لونها ابيض. تمام، نزل. طلعوا كيف عم بتفرفر. طلعناها من هون، غسلناها، وهلا طلعوا كيف لونها تحول يعني. بس لسه بدنا ننظفها كمان. هلا ايش رح يصير؟ رح ننشفها منيح كثير كثير من المي اللي عليها، ونكمل باقي الشغل. يا مال الشام، يلا يلا. بعد ما خلصناها هلا صار لازم تدخل على المشغل عشان نبلش نشتغل فيها ونعمل النكلس حسب التصميم اللي عملناه. طبعا هذا الاشي بده بروفيشنالز، فاكيد انا ما حقدر اعمله، فبنرجع لكم بكره مع التظبيطات. صباح الخير يا حلوين، احنا حاليا باليوم الرابع، وهي يا جماعه السنسال اللي بدنا نعمله. اوكي يا جماعه، انا حاليا في الديسك تبع التقطيع. اول شيء رح نعمله رح نقطع العمدان، ويا رب اجيب العيد، لانه اذا هاي خربت خلص راح الفيديو. صح صح صح. طلعوا لي على التركيز الموجود عندي انا. بسم الله بسم الله، رح نقطع هاي اول. خلصنا الاولى، نبلش في الثانيه. اوكي هاي ارفع. ها؟ اه بسهولة، شفتوا سهولة؟ ما حخاف ما حخاف. اخ توجع الايد. هلا شايفين هدول العمدان اللي بكونوا جوا؟ هدول لازم يكونوا منفصلين وكل وحدة تكون لحال، فرح نقصقصهم ونرجع لكم. مش انت ايدي؟ لا لا بس هيك قدام الكاميرا. يا جماعة أنا عمود مش قادرة أقص، بدكم يعني أقص هاي الأطراف مستحيل مستحيل. 5 minutes later. هينا قصقصنا الهلال. هلا الخطوة الثانية اللي هي البرد. شايفين هاي الزوائد كلها، هاي وهاد، هذا كله بالبرد رح يطلع، فرح يصفي لونها سيلفر، بيور سيلفر، بيطلع اللون اللي احنا بدنا اياه. نضل نحط 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 لحد ما تطلع. مرحبا، ابداع ابداع. شوفوا التكنيك في الحركة، انتم شايفين التكنيك في الحركة يعني بالمرة مش عشوائية. اوكي يا جماعة، احنا حاليا باليوم الخامس. اول خطوة رح نعملها واللي هي الكبس. الكبس بيكون عبارة لما بدك تعمل من هذا السنسال او القطعة اللي عنا ذهب او فضة، بنستخدم اشي اسمه الكبس. وفي عنا هذا الاشي بتكون زي الرابر زي ما انتم شايفين. نفسي اخليكم تحسوا بس مش قادرة. بتكون عندكم الاكسسوارات، فرح يصير كالاتي. بنحط الاولى زي هيك والثانية عكسها، وبندخل هاي هيك فوقيها بالضبط، بصير زي موضوع الكبس زي الساندوتش. في عنا هاي الآلة، فبنصير ننزل هاي هيك تحت تحت تحت، فبتكبسها، فهيك بلصقوا في بعض، بصير عنا قالب لهاي ولهدولاك، فبتقدروا بعدين تعملوا اللي بدكم اياه من شكل السنسال. اسهل من انكم تعيدوا البروسس كامل من اول وجديد، تعملوا فضة وذهب او الماس واللي بدكم اياه. بس نخلص كبس رح نروح للمرحلة الثانية واللي هي تركيب الحجار. ليتس جو. اوكي، اللي عم بيصير هون انه هو عم بيختار الكريستلز اللي رح نحطهم والقياس اللي رح يجي على السنسال. هاي الكريستالات شايفين هدول، بدنا نحط فيهم الستراس بالفراغات الموجودة هون. فبتعرفوا هاي لعبتي، حيكون الاشي كتير سهل علي. اوكي ها هاي مسكتها، شايفين؟ نعمل هيك. لا حول ولا قوة الا بالله. كمان مرة. ضبطت ضبطت ضبطت. الكريستالات الموجودة تقريبا 65 كريستالة على عدد الناس اللي بتحضرني بس مش عملتني سبسكرايب، فأعمل سبسكرايب. سويتها يا جماعة، شوفوا الإبداع كيف طالعة. الأمر هلا هذا برضه رح نعمل فيه نفس اللي عملناه بالنجمة. يا جماعة إيش مالكم مخربطين؟ ما رح نحط ستراس علي، نحطه هون، نخبطه بيني وبين الأمر.
خلصنا من الكبس تبعهم عشان نعملها ذهب او فضه زي ما احنا بدنا، وخلصنا كمان تركيب الكريستالات، والمره الجايه حنعمل على شكل سنسال ونشوف كيف بيطلع. بشوفكم في اليوم القادم. صباح الخير، هينا رجعنا باليوم اللي ما قبل الاخير، لانه اليوم تقريبا رح نفنش السنسال وتجهيزه. هاي شكل السنسال يا جماعة، هيك رح يكون، بس هلا رح نحط له السلسلة ونركبهم ببعض. في عامل هلا بس رح اشبك لنا جزء، يورجيني كيف، بعدين انا رح اشبك الجزء الثاني. هاي حطينا الهلال، هلا رح نحط باقي النجوم. قولي الدقة يا جماعة، هاي الشغلات انا مستحيل اقدر اعملها. طلع طلع هاد، هلا رح نركبه على السلسلة. اوكي يا جماعة، انا ملكة المهمات الصعبة. سكري. اوكي، الشغل كتير صعب وفي اظافر. اوه ماي جاد، عم بموت. اوكي يا جماعة، الموضوع كتير متعب وكتير بده جهد. طلعوا على الدقة. حروح هلا السنسال للفينشينج اللي هو التلميع والتظبيط والى اخره، ورح نستلمه بكره. بشوفكم بكره وقت الاستلام. وصلنا عند ابو ساره، واليوم هو يوم تسليم السنسال، فهلا رح اخذكم جوا عشان نشوف السنسال ونقيسه ونشوفه مع بعض. تعالوا. مرحبا. هي معنا سامر، اكيد بتعرفوا من سامر، الوجه الاعلامي لابو ساره والفيديوهات. طبعا هذا الفيديو او البروسيس كامل تبع سنسال الفضه حسيته اخذ نفس الوقت تبع الذهب، ولكن كثير كان اسهل من الذهب. هلا صار دور لكم تشوفوا السنسال. جاهزين؟ وينه؟ عندك 3 2 1. ترى اول اشي حابه احكي، اول رده فعل او اول رياكشن الي انه السنسال كثير حلو، وجد جد زي ما انا بدي وزياده. طبعا مين عمله؟ كله تحت الشاطئ. انا يعني. شغلك انت؟ هلا رح نقيسه ونشوف كيف رح يكون على اللبس. يا سلام احلى. بالله عليك اختيارك كان صائب. والله اختيارك وفكرتك. والله طلع. يا جماعة جد أنا بالنسبة لي هذا أحلى من الأسوار، هم بفوز. فكرة السنسال إنه يكون يعني زي كأنه دبل هيك، ببين أتقال وأحلى. فهلأ بتقدروا تلاقوا هذا السنسال عند أبو سارة، موجود في منه فضة وفي منه ذهب، تقدروا تيجوا تاخدوه بالإشي اللي بدكم إياه، حتى إذا بدكم تحطوا تعديلات أو تأبر تيجوا عند أبو سارة. والحلو إنهم بيعملوا لكم أي إشي بدكم إياه، يعني وجههم أي ديزاين بيعمل لكم إياه زيه بالضبط، بس أنا رح أشوف عليه، يعني انا حامل ديزاينات عنكم خلص اليوم طالع. فهذا كان الفيديو لليوم، بعد شهر من التصوير يمكن ان شاء الله يعجبكم. قولوا لي ايش اكثر شيء حبيتوه، فيديو الذهب لما عملنا هاي الاسواره ولا الفضه؟ انا بالنسبه لي الفضه تفوز. ما بعرف اذا حابين اعملكم المره الجاي شيء الماس مثلا، حلق، خاتم، اكتبوا لي في التعليقات، اعملوا لايك لهذا الفيديو، سبسكرايب، واشوفكم بالفيديو الجاي. شكرا كثير لابو ساره لانه دائما بيساعدوني بهاي الفيديوهات وهاي المواضيع. شكرا لسامر لانه كان يسمع، كان يساعدني كثير في التصوير لما كنا فوق. وبس يعطيكم العافيه، اشوفكم على الفيديو الجاي. باي.